قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي ختم الله به الرسل وأنار الله به السبل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بحمد الله وتوفيقه وفضله أولى اللقاءات في برنامج يفيء إلى قرآن الله جل وعلا، إلى كتاب الله الأكرم ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الخالدة: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. وكما أن الله جل وعلا من قبل قد خص أنبياءه ورسله بالمعجزات الظاهرة والبراهين القاهرة، وأنزل عليهم على بعضهم كتبا من السماء، فقد خص الله نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي جعله الله جل وعلا تذكرة للعباد ومنارا للحاضر والباد. أيها المؤمنون، هذه اللقاءات متعددة متتابعة بإذن الله جل وعلا، وكل حلقة كل لقاء يحمل عنوانا خاصا به، إلا أنها جميعا تقتبس من القرآن، تفيء إلى القرآن، إلى دوحة القرآن، إلى هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. عناوين اللقاءات يؤخذ من نفس الآية التي سنتأملها أو من مجموع الآيات التي سنتدبرها، كل ذلك بإذن الله تعالى يأتي في حينه ويعرف عنوانه منه. لقاء هذا اليوم عنوانه بإذن الله تعالى مفاتيح الغيب. بداية نقول: العلم من أعظم صفات الله جل وعلا العليا التي جاء بها الكتاب وجاءت بها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد حكى الله في المناظرة والمحاورة التي تمت ما بين فرعون وموسى أن فرعون سأل موسى قال: فما بال القرون الأولى؟ فجابه موسى كما حكى الله، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فأخذ العلماء من هذه الآية لا يضل ربي ولا ينسى أنهم عرفوا علم الله جل وعلا بقولهم: إن لله جل وعلا علما لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. لم يسبقه جهل أخذوه من قوله لا يضل، ولا ينسى أخذوا منها قولهم ولا يلحقه نسيان. والغيب والعلم يمكن تقسيمه تقسيمات عديدة، لكن من ضمن تقسيمات العلم أن يقسم إلى علم غيب وعلم شهادة. فالشهادة ما نشهده، ما نراه، ما نشهد على وجوده، رأيناه بأعيننا ولمسناه بأي حواسنا الخمس، ويبقى بعد ذلك علم لم نطلع عليه، والله جل وعلا وحده هو عالم الغيب والشهادة. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه يعلم كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال جل ذكره يبين أن للغيب مفاتح، فقال في الأنعام جملة: وعنده مفاتح الغيب. وتقديم الظرف أي الجار والمجرور هنا تقديم الظرف هنا دلالة حصر، لكن الله لم يذكر هنا ما هن مفاتح الغيب. وهذا الإجمال في سورة الأنعام فصلته خاتمة سورة لقمان. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد بسند صحيح، إذ قال أحمد رحمه الله: حدثني وكيع، حدثني سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الخمس أيها الأخ والأخت المباركة هن مفاتح الغيب التي أخبر عنهن الله وبين أنهن مفاتح تفصيل نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الغيب ذكر الله جل وعلا أن له مفاتيح خمس. ما هن هذه المفاتيح الخمس؟ قال الله: إن الله عنده علم الساعة. وما يقال في الظرف هنا هو الذي قد قيل من قبل في الأول في قوله جل وعلا: وعنده مفاتيح الغيب، إذ أن التقديم هنا أحد أنواع الحصر في اللغة.
إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة أي وقت وقوعها، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد سأل خير الملائكة جبريل سؤالا تعليميا لا تعريفيا، سؤالا لا ليعرف وإنما ليعلم غيره. سأل خير البشر وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن علمي وعلمك فيها سواء. وهذا الحوار الذي دار بين جبريل وبين نبينا عليهما السلام بينه الله جل وعلا أوضح في قوله تبارك وتعالى لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. ومما أخبر الله عنه عن الساعة أنها تأتي بغتة، لا يمكن أن تأتي تدريجيا، قال الله جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والساعة إحدى القضايا الكبرى التي ناقشها النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، إذ أنهم كفروا بالساعة والبعث والنشور، وكفروا بتوحيد الألوهية، وكفروا ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه القضايا الثلاث المتعلقة بالساعة جملة مما أمر الله به جل وعلا نبيه أن يحلف من أجله، وقد أمر الله نبيه أن يحلف بربه في ثلاث مواضع في القرآن، في يونس وفي سبأ وفي التغابن، وفي كل هذه الثلاث كانت القضية قضية البعث والنشور وقيام الساعة. إلا أن الله تبارك وتعالى جعل للساعة أشراطا، جعل لها علامات، وهذا لا ينافي أنها تقع بغتة، إلا أننا نعلم من السنة الصحيحة أن الساعة تكون في يوم جمعة، أن الساعة تكون في يوم جمعة، وقد جعل الله لها أشراطا، قسمها العلماء إلى علامات كبرى وعلامات صغرى، وليس هذا موطن الحديث عنها، لأن الحديث هنا عن الساعة إنما هو جزء من خمسة عناوين كما بينا. هذا معنى قول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة. ثم قال تبارك اسمه وجل ثناؤه وينزل الغيث، الغيث المطر، لكن لم يرد في القرآن تسمية الغيث بالمطر في حال الرحمة، لم يرد في القرآن تسمية ما ينزل من السماء مطرا في حال الرحمة، وإنما في حال الرحمة يسمى غيثا. قال الله جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وإنزال الغيث مما اختص الله بعلمه، وقد يقول قائل ألا ترى إلى السحب إذا تراكمت وهذه المصالح للإرصاد والبيئة وغيرها التي تتنبأ، نقول كل ذلك يدخل تحت المشيئة والتنبؤ والخرص الذي توافرت أسبابه وجاز شرعا أن يتنبأ به، لكن لا يمكن لأحد أن يجزم بنزول الغيث. فكم من سحابة أضلت قوما ثم مرت دون أن تمطر، وكم من قزع قليل أضل قوما ثم ما لبث أن أمطر وغاثهم الله جل وعلا برحمته. ثم ملحظ هنا ينبغي أن يعلم أن الله جعل من الماء كل شيء حي، وهذا لا أظن أحدا يجهله، لكن ما الذي يجهله الناس هنا؟ الناس إذا أجدبوا ولم ينزل المطر لا يدركون أن الله يريد بذلك أن يبين لهم فقرهم وحاجتهم إليه. ومن أخطاء الأئمة الفضلاء والخطباء الذين يتصدرون لصلاة الاستسقاء أخطاء بعضهم أنهم إذا أرادوا أن يخطبوا عن الاستسقاء خطبوا عن قضية أسباب القحط، أسباب جذب الديار، وأفرطوا في الحديث عن هذا ودخلوا في كل صغيرة وكبيرة، وربما نزل أحدهم من المنبر ولم يستسق الله إلا قليلا، وهذا عدم فقه لمعنى الاستسقاء. الجدب في الديار وقلة الأمطار حدث في عصر النبوة، وحدث في القرن في القرون الأولى في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد غيره من الخلفاء. فالغاية الأولى من جدب الديار هي قضية أن يلجئ الناس إلى ربهم، أن يفيئوا إلى الله، أن يظهروا المسكنة، أن يظهروا إلى الله فقرهم وحاجتهم ومسكنتهم وابتهالهم إلى الله. فلا ينبغي للخطيب الموفق ولا للإمام المتصدر أن يهمل هذا الأمر ويقع مع الناس في خطاب حول المعاصي والفضائيات والقنوات وإخراج الزكاة، هذا كله حق، لكن الأولى منه أن يريهم كيف يستسقي، أن يريهم كيف تستجدى رحمة الله جل وعلا. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما أجدب الناس في عهد عمر وكان العباس قد أسن، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الرجل صنو أبيه، ولم يكن لأحد من أهل الأرض حق يمشي على الأرض له حق على النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس، لأنه أكبر منه سنا وعمه. ومع ذلك لما استسقى العباس رضي الله عنه وأرضاه
قال: فيما نقل إلينا من استسقائه: اللهم ارتفعت إليك الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى، اللهم صرخ الصغير ورق الكبير، اللهم لا تضيعنا بدار، لا تجعلنا بدار مضيعة، إلى غير ذلك من العبارات التي تستجدى بها رحمة الله. وعمر كان إذا استسقى يكثر من الاستغفار ويقول: لقد استسقيت لكم بمجاديف السماء، أي الأشياء التي تجلب غوث الله جل وعلا ورحمته. هذه قضية مهمة ينبغي أن يتنبه لها لكل من يستسقي أو لكل من يصدره الناس لأن يستسقي بهم في حال الجدب وقلة الأمطار. قال الله جل وعلا: وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الرحم جعله الله قرارا مكينا تستقر فيه النطفة، ثم يكون بعد ذلك تتابع الحمل والولادة إذا شاء الله وأراده. وما في لغة العرب موصولة، وهي إحدى ألفاظ العموم. فمعنى قول الله جل وعلا: ويعلم ما في الأرحام، أي مما استأثر الله بعلمه، أن أحدا لا يمكن أن يدري عن هذا الذي في الرحم، هل سيولد أو لا يولد، هل سيولد كاملا أو يولد خديجة، هل يكون شقيا أو يكون سعيدا، هل يكون ذا غنى أو يكون ذا فقر، هل يهدى أو يضل، كل ذلك وغيره، هل يكون ذكرا أو أنثى، كل ذلك وغيره مما اختص الله جل وعلا بعلمه ويعلم ما في الأرحام. فإن قال قائل: إن الطب الحديث أظهر الجنين في بطن أمه هل يكون ذكرا أو يكون أنثى، ونقول: ليس في هذا ما ينافي الآية، لأن الطب الحديث يعتمد على الأشعة، والأشعة تظهر ذلك الأمر مشاهدا، فانتقل الأمر من كونه غيبا إلى كونه شهادة. ولذلك العجوز الأمية التي لا تقرأ لو نظرت إلى تلك الصورة لفقهت من العضو وجوده أو عدمه إن كان الجنين ذكرا أو أنثى، وهذا قطعا لم يرده الله ولم يعنيه الله، لأن الله ذكر هذه الآية في قضية مدحه جل وعلا والثناء عليه، فالسياق في الآية سياق تعظيم للرب تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يهدم هذا السياق بهذه الواقعة البسيطة، لكن الأمر أكبر من ذلك. ويعلم ما في الأرحام، كل ما يتعلق بهذا الجنين مولدا ونشأة، شقاء وسعادا، حياة ومماتا، رزقا وفقرا، كل ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، ثم قال جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. لاحظ التعبير القرآني أن الله لم يقل: ولا تدري نفس ماذا ستصنع غدا، لأن الإنسان قد يكون لديه جدول سنوي أو يومي يصنع هذا أحد الناس من الكبراء وغيرهم، لكن الذي أراده الله جل وعلا: هل هذه المدونات والأجندة التي ندونها ونكتبها هل ستتحقق؟ هل ستقع؟ هل ستنجز؟ هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. هل يحول الموت بيننا وبينه؟ هل يحول تغير الفكرة؟ هل يحول المرض؟ هل يحول بعض الصوارف؟ والصوارف لا يمكن إحصاؤها ولا تعدادها، هذا كله ما لا يعلمه إلا الله. قال سبحانه: ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. فكم ممن يعرض بضاعته ويخشى عليها الكساد فتنفق بأمر الله وتباع، وكم ممن يعرض بضاعته وهو واثق أنها لن تبقى بين يديه فيصيبها الكساد. هذه أمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وسنبين في خاتمة الدرس ثمرات العلم هذا. غاية الأمور، خامسة الأمور، قال الله جل وعلا: وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت حق، وحقيقته انفصال الروح عن الجسد، فإذا انفصلت الروح عن الجسد بقي الموت، أو كان الموت، أو وقع الموت. ومعنى وقع الموت أن الجسد يصبح بلا حراك، والروح تنتقل إما إلى عليين إذا كانت أرواح مؤمنين، وإما إلى سجين إذا كانت أرواح كافرين. الذي يعنينا قول الله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. المكان الموطئ الذي يموت فيه الإنسان لا يعلمه، لأنه قطعا لو علم أنه سيموت في هذا المكان جزما وقطعا لما توجه إليه في الغالب. هذا الأمر نستفيد منه قضية أساسية، وهو أن الإنسان لم يتعبده الله بأن يدفع الموت عن نفسه، ولا أن يجلب الموت لنفسه، لا أن يدفع الموت عن نفسه ولا أن يجلب الموت لنفسه. أما دليل الثانية فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العافية. وأما دليل الأولى فإن الله تبارك فإن الإنسان لم يتعبدنا بجلب الموت لأنفسنا، فإن الإنسان لا يدري متى سيموت، وبالطبع مذلك محال أن يجلب الموت لنفسه، لأن الموت لا يستأذن أحدا إذا قدم. وقد جاء في الأثر
الصحيح أن داود عليه الصلاة والسلام كان رجلا شديد الغيرة، فكان إذا خرج يغلق بابه بالمفتاح خوفا على نسائه من بعده، فإذا عاد من موطن حكمه ولقائه بالناس إلى بيته فتح الدار. فذات يوم خرج كعادته وأغلق الدار، فلما أغلق الدار إذا برجل في صحن الدار، فأطلت امرأة من زوجات داود، فلما رأت هذا الرجل صرخت في الناس في أهل داود في آله في أبنائه في بناته، قالت: من هذا الذي في صحن الدار؟ والله لتفتنن اليوم بداود، أي ليجعلن هذا الأمر وبالا عليكم، سيسألكم كيف دخل. فلما قدم داود عليه السلام ودخل الدار إذا بهذا الرجل واقف، فسأله داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أستأذن أحدا ولا يمتنع عني الملوك. ففهم عليه السلام أن هذا ملك الموت، فقال: مرحبا وأهلا بلقاء ربي. ثم بعد ذلك أسلم الروح وتوفاه ملك الموت، كما قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. موضع الشاهد الأرض التي نموت فيها. تعبدنا الله بالعمل الصالح حتى إننا إذا قبضنا نقبض على خير عظيم نلقى به الله جل وعلا. مما يذكر يستحسن ذكره في هذا المقام أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عام 18 أصاب الشام ما يسمى بطاعون عمواس، وعمواس هذه قرية قبل بيت المقدس ما بين الرملة وما بين القدس، كانت تسمى كورة يعني قرية صغيرة آنذاك، فيها جند المسلمين بقيادة أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. بلغ عمر وهو في المدينة أن الطاعون استشرى أو بدأ قريبا من عمواس هذه القرية، وكان عمر مجلا معظما لأبي عبيدة، فخاف عليه من الطاعون، فبعث إليه كتابا يدعوه إليه أن يأتي إلى المدينة، وأخبره أنه يريد في أمر هام. فلما بلغ كتاب عمر إلى أبي عبيدة وقرأه فهم عمر، فهم أبو عبيدة مراد عمر، وأن عمر إنما طالبه شفقة وظنا به. فلما فعل ذلك كتب أبو عبيدة إلى عمر يعتذر إليه عن المجيء ويطلب منه أن يتحلل في خطابه، وقال له: يا أمير المؤمنين، إنما أنا جند من جند المسلمين، ولا أجد في نفسي رغبة عنهم، ويقضي الله بيننا وبينهم بيني ويقضي الله لنا بما شاء. فلما وصل خطاب أبي عبيدة إلى عمر رق عمر وبكى، فقال له الناس: يا أمير المؤمنين، أمات أبو عبيدة؟ قال: وكأن قدي. هذه وكأن قدي يعني اعتبره في عداد الموتى، وهو أسلوب عربي وارد في شعر العرب كما في شعر الجاهليين وغيرهم. موضع الشاهد: بقي أبو عبيدة، فلما دنا الطاعون من عمواس طعن أبو عبيدة، طعن بمعنى أصابه الطاعون، فقال رضي الله عنه وقف خطيبا في الناس في جند المسلمين آنذاك جند الشام، قال: إن هذا المرض، إن هذا الوجع رحمة من ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين من قبلكم. ثم مات بعدها بليال. ممن استخلفهم أبو عبيدة على الناس في الشام معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. صنيع أبي عبيدة صنعه معاذ إذ أنه رضي الله عنه قال خطب في الناس كما خطب أبو عبيدة، قال: إن هذا الوجع رحمة من ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين من قبلكم. وزاد قليلا قال: وإني لأرجو الله أن يقسم لآل معاذ منه. فطعن عبد الرحمن ابن معاذ قبل أبيه، طعن كما قلت أصابه الطاعون فمات، ثم طعن معاذ في يده، يعني أول ما أصابه الجرح أصابه في يده، فأخذ ينظر إلى يديه رضي الله عنه وأرضاه وهو يشتاق إلى لقاء الله، وقد وقع البلاء الآن، يشتاق إلى لقاء الله، يقلب يديه ويقول: ما يسرني أن لي بك الدنيا وما فيها، لأنها سبب في تكفير ذنوبه ورفع درجاته وشوقه إلى ربه. ولا يعني هذا كما قلت أن يزدلف الإنسان إلى الموت وأن يسارع إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، قال: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا، وقال: سلوا الله العافية، وأوصى عمه العباس قال: يا عماه سل الله العافية. لكن المؤمن إذا وقع البلاء وابتلي وحل به ما كان يحذر
فليعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، فليظهر لله نفسا راضية بقضائه، قانعة بعطائه، تشتاق إلى لقائه. فهذا من أرفع الدرجات وأجل المقامات ومن أعظم منازل السائرين على صراط الله المستقيم. قصة معاذ هذه أتينا بها لقضية قول الله جل وعلا: وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ما الذي ينجم عن علم الغيب هذا كله؟ ينجم عن علم الغيب هذا كله أن نعلم أن علم الغيب لا يعلمه إلا الرب تبارك وتعالى. ولهذا من أخطاء بعض الفرق أنها نسبت لمن غلت فيهم علم الغيب، من أخطاء بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام أنها أسندت علم الغيب لمن غالوا فيهم، وإن كان المغالى فيهم هؤلاء أئمة وصالحون وأخيار لا ارتياب في هذا، ولا يتحملون وزر غلو الناس فيهم كما لا يتحمل عيسى ولا الملائكة عبادة من عبدهم. على هذا ربما نسمع أحيانا بما يسمى علم الجفر. الجفر الذكر من المعزة والشع إذا بلغ 4 أشهر، وهو في اللغة أعم من ذلك، يطلق على كل شيء صغير. وهذا علم يقال إن علي بن أبي طالب حين ينسب إلى علي، وحين ينسب إلى جعفر الصادق، وحين ينسب لبعض مريديهم أو طلابهم، أنهم كتبوا في جلد جفر علم ما هو واقع إلى يوم القيامة، علم الحوادث. وبعضهم يقول لا، ليس علما لكل ما يقع إلى يوم القيامة، لكنه علم لما يقع لآل البيت، لما يقع لآل البيت، ويجعلون هذا علما مكنونا مختصا به آل البيت. ولا ريب أن هذا يرد بأن بسببين، يرد هذا القول لسببين. السبب الأول: لا يوجد لهذا الكتاب عين، أين هذا الكتاب حتى نثبت حقيقته؟ الأمر الثاني: لا يوجد لهذا العلم سند حتى نتكئ على هذا السند وننظر فيه إن كان صحيحا أو غير صحيح حتى نقول به أو لا نقول به. فكلا الأمرين، عدم وجود عين الشيء وعدم وجود السند الموصل إلى حقيقته، كافيان في رد هذا العلم وأنه لا أصل له. وقد ألمح المعري أبو العلاء إلى هذا الأمر: وقد عجبوا لآل البيت لما أتاهم مسكهم في أتاهم علمهم في مسك جفري، وشبه ذلك بالتنجيم كما في البيت الذي يليه. والغاية من هذا كله أن يعلم أن الغيب من خصائص الرب تبارك وتعالى، وما أطلع عليه الأنبياء من علم الغيب إنما يقدر بالقدر الذي أطلعوا به. قال الله جل وعلا: إلا من ارتضى من رسول، فأخبر الله جل وعلا أنه يطلع أنبياءه على بعض الغيب. وما أخبر به الرسول كما إن أخذنا نموذج نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخلو من 3 أمور: غيب عن الماضي كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف وقصة يوسف ونوح، هذا واحد، وإخبار في الحاضر، حاضر النبي صلى الله عليه وسلم كإخبار عليه السلام أن القرشيين سيهلكون في بدر، وإخباري بأن مكة ستفتح، وأمثال ذلك مما وقع في حياته، وإخبار وقع بعد، وهو الثالث، بما وقع بعد حياته صلى الله عليه وسلم كإخبار عليه الصلاة والسلام بفتح بيت المقدس، وإخباري بقتل علي عمر وعثمان وأنهما سيموتان شهيدين، وإخبار بفتح القسطنطينية، وهذا كله وقع. وهذا الذي بعد حياته كذلك ينقسم إلى قسم آخر، وهو أن منه ما وقع إلى يومنا هذا، ومنه ما لم يقع كإخباري صلى الله عليه وسلم بظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج المهدي وأشبه ذلك. هذا كله من الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما علمه الله إياه. إذا أدركنا معشر الإخوان والأخوات المؤمنات أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لجأنا إلى هذا الرب الذي لا يعلم الغيب إلا هو، وأسلمنا أمورنا كلها إليه، وفوضنا كل حاجاتنا إليه. قال الله حكاية عن العبد الصالح: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ولا تستقر الراحة في قلب المؤمن إلا إذا أسلم أمره كله لله، ولن يسلم أمره لله حتى يعلم أن الغيب كله لله. قال الله جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فلما بين جل وعلا أن الغيب له وأن الأمر إليه، قال بعد ذلك: فاعبده وتوكل عليه. فما دام الأمر له فحق علينا أن نعبده، وحق له أن نعبده، وما دام الغيب له
فحق علينا أن نتوكل عليه، لأننا لا نعلم ما سيكون بعد ذلك في أيامنا، فيغلب علينا الجهل بما نحن ماضون إليه، فنفوض أمرنا إلى الله ونكون على بينة في شؤوننا، في معاشنا ومعادنا، في ديننا ودنيانا، على تفويض الأمور كلها لربنا تبارك وتعالى، والأخذ بالأسباب المشروعة. وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وسلك الله بنا وبكم سبيل الصالحين، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي أن يحمد ربنا، ونسأله جل وعلا التوفيق لما يحب ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا هو، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي الأميين ورسول رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء ينضم إلى لقاءات سبقت من برنامجنا من معين القرآن، وقد تكرر القول سابقا أن هذا البرنامج يعنى بقضايا قرآنية وتوجيهات ربانية وأوامر إلهية، وقضايا شتى تعرض لها القرآن ضمن تنزيله على خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولقاء الليلة يحمل عنوان المبرؤون. وقبل أن نشرع في البيان، نقول إن القرآن دافع عن كثير من الأخيار والأئمة الأبرار والصفوة من عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين، ذلك أن الدفاع عن أولياء الله منهج رباني. قال الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال جل ذكره: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. المقصود من هذا كله أن نبين أن الذين دافع عنهم القرآن وأنزل في حقهم شأنا يتلى ينقسمون إلى قسمين: فريق اتهم في المعتقد وهم الأنبياء والرسل، وسخر منهم بسبب المعتقد الصحيح والفطرة السليمة التي جاءوا بها، وهذا ليس موضوع الحلقة، لكننا نعرج عليه إجمالا. فمثلا، ما من نبي بعث ولا رسول أرسل إلا اتهم بالسحر، بالجنون، بغير ذلك. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل أن تأتي بالرسالة. قالوا: كذاب أشر، ساحر أو مجنون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فسائر أنبياء الله ورسله اتهموا فيما جاءوا به من صحة المعتقد من الله، ولم يقبل منهم الكثير من قومهم ما جاءوا به، فدافع الله جل وعلا عنهم وبين أن هؤلاء رسل لهم مكانتهم عند الله، وأنهم صادقون فيما يبلغون عن الله، وأنهم ناصحون للخلق، وليس هذا كما سلفت موضوع الحلقة. أما الموضوع الذي نحن بصدده، فإن ثمة أخيار سواء من الرسل أو من غيرهم اتهموا في أشياء ذاتية تتعلق بعرضهم أو بشخصهم، لا بمعتقدهم، تتعلق بعرضهم أو بأشياء في جسدهم. وهؤلاء على الترتيب الزمني، أولهم يوسف عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن يوسف أحد أنبياء بني إسرائيل، أعطاه الله جل وعلا شطر الحسن كما عبر عن ذلك رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: والنسوة لما رأينه أكبرنه، كما قال الله: ولما نظرنا إليه لم يتمثلن إلا عالم الملائكة. قال الله جل وعلا: فقطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وهن لم يرين الملائكة قط، ولكن استقر في الأذهان أن الملائكة موسومون بالجمال. الذي يعنينا أن يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي في عرضه، بمعنى قذف بالفاحشة، وأنه تعرض لامرأة العزيز، وهو قطعا لم يتعرض لها طرفة عين. والأمر في ذلك كما هو معلوم، وأنا أهتم هنا بقضية تبرئة الله له، أنه لما رأته امرأة العزيز فتنت به، وكان يسكنان دارا واحدة، تراه بكرة وعشية غدوا ورواحا يغدو ويروح بين عينيها، فتنت به، هي ذات سلطان وهو ذو جمال، مع أنها ذات زوج. غاية الأمر عفى الله عن الجميع أنها تعلقت به. قال الله جل وعلا: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثم قال الله: ولقد همت به
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وإحدى تخرجات الآية أن الآية جواب الشرط هنا فيه تقديم وتأخير، والمعنى أنه لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، أي أنه لم يحدث منه هم قط. لكن الذي يعنينا أن امرأة العزيز ما زالت تتعلق به، فأراد أن يفر منها، هي تريده إلى نفسها وهو يريد أن يبتعد عنها خوفا من الله في المقام الأول، وتأدبا مع زوجها الذي أحسنه وأكرم ثواه. استبق الباب، باب الحجرة، هو يريد أن يفر عنها وهي تريد أن تتبعه. لما وصل إلى باب الحجرة وافق أن دخل الزوج. قال الله يصور هذا الموقف: وألفيا، أي وجد سيدها أي زوجها، وألفيا سيدها لدى الباب. هنا بادرت المرأة بإلقاء التهمة على يوسف، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وكان يوسف واضحا، وليس المسألة مسألة مواراة، قال: هي راودتني عن نفسي. هنا إلى هنا والموقف ما بين يوسف وامرأة العزيز والعزيز، أين التبرئة؟ التبرئة أن الله جل وعلا ألهم أحد الحاضرين أن يقول: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر، هي التي تتبعه وتحاول اللحاق به، وليس هو الذي أقبل لتدفعه فيتعرض قميصه من قبل، وإنما كان التعرض للدبر لأنه كان يفر عنها وينأى، فكان التعرض للقميص من الخلف. قال الله جل وعلا: فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. نقف هنا أن الله جل وعلا برأ نبيه يوسف بشاهد قيل إنه صبي في البيت. الموقف الثاني ليوسف أن الله أنطق نفس المرأة في نهاية المطاف بعد تتابع الأحداث وتسلسل الحلقات وانتهاء الأزمات، قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذه تبرئة الله لمن؟ ليوسف. بعد يوسف ذكر الله في القرآن تبرئة موسى، وموسى من حيث الترتيب الزمني جاء بعد يوسف، لأن الله قال في سورة غافر: على لسان مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فهذا الذي يقوله رجل مؤمن بموسى. فجاء موسى عليه السلام. موسى، قلت أنا لا أتكلم عن الاتهام في المعتقد عما قاله فرعون أنه مجنون، أنا أتكلم عن الأشياء الشخصية. موسى عليه السلام استقر مع قومه بني إسرائيل، استقر معهم أول الأمر في أرض مصر، وفي الأمر الثاني في أرض التيه. في حالة استقراره كان المشروع مشروعا عندهم آنذاك في شريعتهم أنه يجوز للرجل أن يغتسل عريانا وأن يرى بعضهم بعضا، شريعة كانت ثم نسخت كحالة فقهية. فكان موسى عليه السلام متأدبا لا يغتسل مع قومه وهم عراه، يغتسل بمنأى عنهم. فاتهموا بنو إسرائيل، قالوا: إنه لا يغتسل لوحده إلا لعيب في جسده يريد أن يواريه، أن يواريه عنا فلا نراه. وذات يوم عمد موسى إلى أن يغتسل كعادته لوحده، ووضع ثيابه على حجر حتى ينتهي من اغتساله، وكأنه على شط بحر في ظاهر الأمر. ثم لما أتى ليأخذ ثيابه إذا بالحجر الذي عليه الثياب يجري يفر عن موسى، وموسى يتبعه يناديه، حتى وصل الحجر وموسى إلى بني إسرائيل. فرأى الملأ من بني إسرائيل جسد موسى عريانا لأنه لا ثياب عليه وبغير اختياره، فعلموا لما رأوه أنه تام الخلقة سويها ليس فيه عيب ولا ذلك العيب الذي اتهموه به. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه الحالة الثانية أو الشخصية الثانية التي برأها الله في كتابه. الشخصية الثالثة التي برأها الله في كتابه مريم ابنة عمران. ومريم عليه السلام صديقة كما وصفها الله، نفخ جبريل في جيب درعها كما هو معروف في الخبر الشهير. فلما حملت وقدمت على بني إسرائيل
قال الملأ من قومها: إن هذا الحمل لا يمكن أن يتم وأنت غير ذات زوج إلا من بغاء. أمرها الله أن تلتزم الصمت، وسمى الله صمتها صوما. قال الله جل وعلا: فأتت به قومها تحمله. تحمل من؟ تحمل عيسى ابنها الذي لا أب له. فأتت به قومها تحمل، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. تزمت الصمت الذي أمره الله بها، لم تزد على أن شارت إلى هذا الغلام فأشارت إليه، ظنوه استخفافا بعقلها. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وكان هنا تامة، أي كيف نكلم من وجد في المهد صبيا؟ فأنطق الله عيسى ابن مريم، أنطق الله عيسى ابن مريم في مهده، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. طبعا لم يقل عيسى عليه السلام أن أمي ليست زانية، لأن ما قاله أعظم مما تريد أن تدفعه عن نفسها. فقوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أعظم دليل على براءة الأمة، لأن النبي لا يمكن أن يكون مولودا من بغاء. فهي دافع الله عنها بأكثر مما تخاف، ودرأ الله عنها أكثر مما تحذر. وكذلك رحمة الله، أحيانا تبلغ بنا رحمة ربنا أن الله يعطينا أكثر مما نؤمل، ويدفع عنا أكثر مما نخاف ونحذر. وهذه مسألة يا أخي ويا أخته يحسن بك أن تسألها الله جل وعلا، ولا أريد أن أستطرد فيها حتى لا نخرج عما نحن فيه. هذه ثالث شخصية. رابع الشخصيات أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وذلك أن عائشة رميت بالحديث المشهور المعروف بحديث الإفك. كلمة إفك أقبح الكذب. لماذا؟ لأن في عكس الحقائق قلبها. ألم يقول الله: والمؤتفكة أهوى؟ من المؤتفكة؟ قوم لوط. لماذا سموا مؤتفكة؟ لأن الله قلبهم. فالإفك قلب الحقائق. فإذا كانت الصديقة بنت الصديق تتهم بهذا، فما يقال أصلا في البغايا؟ ما يقال في عوام النساء؟ هذه الصديقة خرجت مع نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة له، ثم والجيش عائد إلى المدينة. قبل أن يصل إلى المدينة بمراحل بسيطة جدا أناخ الجيش، وكان الجيش يسير على مراحل. لما أناخ رحله خرجت رضي الله عنها لبعض حاجتها، خرجت من هودجه، والنساء يومئذ يوضعن في الهودج ثم يحمل الهودج على الإبل. فخرجت من الهودج، لما عادت فقدت عقدا كان عليها، ذهبت تلتمسه. شيء طبيعي أن الإنسان إذا فقد شيئا أن يراوح ويبحث عنه في المكان الذي فقده فيه. فخرجت في هذه الفترة، في هذه الحقبة الزمنية البسيطة، جاء المسؤولون عن هودج أم المؤمنين، حملوا الهودج، ولم يقع في ظنهم أن أم المؤمنين ليست فيه لسببين. السبب الأول أنها رضي الله عنها وأرضاها كانت خفيفة اللحم، أنا ذاك سنها يعني إذا بالغنا يكون 16 عاما، فكانت رضي الله عنها خفيفة المحمل أصلا، خفيفة اللحم كما قالت هي رضي الله عنها في الحديث الصحيح. والأمر الثاني أنهم ما كانوا يفتحون الهودج أو يتفقدونه، لأنه غالب الظن أن المرأة فيه، فحملوه. فلما حملوه وذهب صار الركب مع الجيش كله، بقيت رضي الله عنها، عادت لم تجد أحدا، بطبيعة الحال لا تجد أمرا تصنعه، أنا أخذت تحت ظل شجرة غلبتها عيناها نامت، وهذه كلها أمور تمضي بقدر الله. في هذا الوقت كان صفوان بن المعطل السلمي في آخر الجيش، أدلج يعني تأخر مساء، أقبل وجد أم المؤمنين، عرفها لأنه كان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب، ومرأة نائمة تحت ظل شجرة، إلا ينكشف شيء من وجهها حتى يعرفها. كان عبدا صالحا، ما زاد على أن قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يزد عليها رضي الله عنه وأرضاه. أفاقت أم المؤمنين على صوته، قرب منها الرحل، ركبت عليه وساق الناق الهودج، ساق ناقته وعليها أم المؤمنين، ولم يكلمها كلمة. عبد صالح وامرأة طاهرة زوجة نبينا في الدنيا والآخرة. أقبل الجيش المدينة أناخوا، وإذا بصفوان يسوق ناقته وعليها أم المؤمنين. رآها رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول،
فقال عياذا بالله امرأة نبيكم مع رجل والله ما سلمت منه ولا سلم منها، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا الخبر تنقله الناس، ولا نريد أن نزيد في التفصيل، فنقول إن الناس انقسموا في هذا الخبر إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. قسم وهم الأكثرون حموا أسماعهم وألسنتهم وما نطقوا إلا بخير، وقسم بادروا إلى التكذيب وإلى نفي الخبر وإلى وصفه بأنه إفك وإلى الجزم ببراءة عائشة، وهذا يمثله أبو أيوب الأنصاري وزوجته. وقسم لم يخترعوا الخبر وإنما تناقلوه ظنا منهم أن نقله ليس بالأمر العظيم وأن نقله هين. وقسم عياذا بالله هم الذين اخترعوا الإفك ونشروه وحاكوا حوله، وهؤلاء في مقدمتهم عبد الله بن أبي بن سلول. هذه الأربعة الأقسام من أثنى الله منها؟ على من أثنى الله منها؟ أثنى ربنا على القسم الثاني. قال الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولولا هنا للحظ، للحث، للدعوة، للترغيب في الشيء. فهذا القسم هو الذي نعته الله. عادت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها مؤمنة غافلة لا تدري ما الذي وقع فيه الناس، حدثت أمور طويلة جدا ليس هذا وقت التفصيل فيها، لكن من جملتها أنها عرفت أن الناس يتكلمون عنها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تبقى في بيت أبويها لأنها كانت مريضة على أنها تمارس دواءها وعافيتها هناك. شعرت رضي الله عنها بأرضاها أو أرضاها بتغير النبي صلى الله عليه وسلم عليها. في هذه الأحداث كلها تمر والوحي لم ينزل بشيء، قرابة شهر كامل والوحي لم ينزل بشيء، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر، والإنسان الذي يعني لا وحي عنده يلجأ إلى الناس يستشيره، فلجأ صلى الله عليه وسلم إلى خواص أهله، إلى مولاه أسامة وإلى علي. أسامة ذكر خيرا عن عائشة وقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا، لكن أسامة مولى بالنسبة لرسول الله، أما علي فابن عمه عصبته يهمه شأن النبي. كأن علي رضي الله عنه أراد أن يعني يغلق ملف القضية، فقال: يا رسول الله النساء غيرها كثير. يتكلم علي الآن من باب لا اتهام عائشة، من باب فض النزاع، من باب أن لا يبقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة من الغدو والرواح والسؤال. على الأقل هذا رأيه، رأيه في كيفية التصرف في الموضوع وليس رأيه في عائشة كما سيأتي. بعد ذلك لما اشتد الأمر على رسول الله، كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أعلم أنني بريئة، وهي بلا شك أعلم بنفسها، لكنني وكنت أعلم أن الله سيبرئني، لكنني ما كنت أظن أن الله سينزل في شأني وحيا. رضي الله عنها وأرضاها كانت تعرف قدرها وتعلم أنها أحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا، هذا ظنها بنفسها، لكن الله كان أرحم بها من نفسها. فأنزل الله جل وعلا على نبيه في بيت أبي بكر، ورسول الله في نفس البيت، وأم رومان التي هي أم عائشة، وأبو بكر صديق هذه الأمة الذي كان حاضرا آنذاك وهو والد عائشة، ينزع النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في يوم حار، فينزل عليه كأنه في يوم شائت بارد، فكأنه في يوم شديد الحرارة لثقل الوحي عليه. وينزل الله جل وعلا قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وأخذت الآيات تذكر الأحداث وتبين الموقف الصحيح وموقف من أخطأ، وتعنف على من خاض فيها، وتدعو أبا بكر إلى الفضل، إلى أن قال الله: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبون الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وهذا موضوع الشاهد في هذا اللقاء المبارك، أن الله نعت عائشة وصفوان بأنهما مبرآن مما يقوله الناس فيهما. قال الله جل وعلا: أولئك مبرؤون مما يقولون. معنى قول الله الطيبات للطيبين أي الطيبات من الأقوال
للطيبين من الناس هم أليق بها سواء كانوا رجالا أو نساء، والطيبون من الناس رجالا ونساء مثل عائشة وصفوان وغيرهما أهل للطيبات من الأقوال لأن يحمدوا ويمدحوا. وقال جل وعلا الخبيثات للخبيثين والخبيثين للخبيثات، معناها الخبيثات من الأقوال لا تليق إلا بأهل الخبائث، والخبيثون من الناس عياذا بالله لا تليق بهم إلا الخبيثات من الأقوال. أما الصديقة بنت الصديق وصفوان بن المعطل فإنهما طيبان من خيار الخلق، فهما أليق وأحرى أن يقال فيهما الطيب من القول. هنا يظهر فضل عائشة من هذا الوجه لا من الوجه العام، فإن عائشة ليست أفضل من يوسف ولا موسى ولا مريم على الأظهر، لكن يظهر خصيصة لها هنا. وقد توجد خصيصة لعبد تميزه عن ما هو أفضل منه، لكن لا تميزه على من هو أفضل منه بالكلية. فعثمان أشد حياء من أبي بكر، لكن لا يعني ذلك أن عثمان أفضل من أبي بكر من كل وجه. المقصود أن الصديقة رضي الله عنها برأها الله بقرآن يتلى، وأما يوسف برأه الله بشهادة صبي، ومريم برأها الله بنطق نبي، وموسى برأه الله بمضي حجر، وبرأ الصديقة بنت الصديق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. سأقف وقفة أخيرة هنا، لا أستطيع أن أنهي الموضوع دون أن أقولها، ألا وهي قضية علي رضي الله عنه مع عائشة. الناس يعني يجب أن ننظر إلى الصحابة على أنهم بشر، فإذا نظرنا إليهم على أنهم بشر أصابتنا راحة نفسية ونحن نتحدث عنهم. لماذا؟ لأن البشر هناك أشياء في بشريتهم لا ينفكون عنها. علي رضي الله عنه قال هذا القول في نظري لقضية عائشة الأولى من باب أنه كما قلنا من عصبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدر أن تقع موقعة الجمل التي خرجت فيها عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلح، ومعها الزبير وطلحة وغيرهما من الصحابة. فحدث ما حدث من صراع عسكري، ثم سرح علي رضي الله عنه أم المؤمنين إلى المدينة ودعها من هنالك من العراق، وقال فلما رأته يودعها ويحتفي بها قالت رضي الله عنها تريد أن تزيل الشبهة عن علي، قالت والله إنه ليس بيني وبين علي إلا ما يكون ما بين المرأة وأحمائها رضي الله عنها، تعاملت بشرية بحتة، وإنه تقول والله لمع مع معتبتي له يعني عتابي عليه على رأيه ذاك لأنه عندي لمن الأخيار. فقال علي رضي الله عنه وأرضاها والله إنها لصادقة، ما كان بيني وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. بعد هذا القول من هذين الخيرين الكريمين علي وعائشة يرد قول كل سفيه يقحم نفسه ما بين علي أمير المؤمنين ورابع الراشدين، وما بين عائشة زوجة رسول ربنا وخاتم النبيين إلى يوم جوزته في الدنيا والآخرة، فيقحم الإنسان نفسه ما بين هاتين الشخصيتين الكريمتين. هذا الذي كان ما بين علي وعائشة تفرضه الجبلة البشرية، لا يوجد في الشرع ما يمنعه، ولا في الواقع ما يرده، ولا في العقل ما ينقضه، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتحدث فيما لا يحسن، وأن يقتحم الأسوار العالية التي أحاط الله بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين من التزكية في خلقهم وخلقهم، وأنهم كرام الخلق وصفوة أصحاب النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ورضي الله عن أصحاب نبينا أجمعين بلا استثناء. هذا أيها الأخ المبارك ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأنت فطن أن الغاية من هذا كله أن نحفظ ألسنتنا من الخوض في أعراض الناس، وهذا مطلب عظيم وموئل كريم يجب أن يتحلى به كل مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم الربا كذا وستون وسبعون بابا، وإن أدنى الربا كأن يأتي الرجل أمه، وإن أعظم الربا استطالة عرض الرجل المسلم. عاذنا الله وإياكم من ذلك كله، وبلغنا الله وإياكم من الخير فوق ما نؤمل، ودرأ الله عنا من الشر أكثر مما نخاف ونحذر. هذا والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.